لكل أب وأم بيذاكروا لولادهم، إحنا معاكم خطوة بخطوة. برنامجنا مخصوص علشانكم، إزاي أخلي المذاكرة أسهل مع ابني؟ هنعرف أسهل وأقصر الطرق لتوصيل المعلومة. أي موضوع إحنا مقبلين عليه لازم نخطط له تخطيط جيد بطريقة مبسطة، بطريقة سهلة جداً. هنضمن سوا نعلم أولادنا صح مع أبرز المتخصصين في نظام التعليم الجديد 2.0. موضوع بسيط جداً، منهج حلو قوي، نطلق العنان لهم إن هم يفكروا، وده الهدف من التعليم والمنظومة الجديدة. طب عايزين نشوف، أنا ممكن أخليه وهو بيلعب يعمل خريطة بالصلصال. لما أعمل ده مع ابني عمره ما هينساه. بتدرس له من خلال الحياة. عايز ابني يبقى مبتكر مبدع. في برنامجنا هنتعلم إزاي نذاكر معاهم صح، وإزاي نفهمهم بطريقة سليمة وسهلة وبسيطة. في أذاكر لأولادي إزاي للصف الخامس الابتدائي يومياً الساعة 6:30 مساءً على مدرستنا 2. مدرستنا، المستقبل يبدأ الآن.